احنا صحيح بنحب الاخبار الخاصه الحقيقه بتشعرنا يعني بالتميز واجتهاد زملائي وانا في الحصول عليها، لكن الحقيقه والله في نوعيه من الاخبار لما بنقراها بنحزن جدا، يعني بنحزن انه هذا الكم من الاهمال ما زال موجود والفساد ما زال موجود في بيعشش للاسف في المجتمع. الخبر الخاص يقول انه النيابه الاداريه بتامر باحاله 7 متهمين بوزاره الاثار للمحاكمه العاجله. امبارح الحقيقه وانا بتناقش مع هذا الخبر مع سياده المستشار افتكرت انه الخبر عن او الموضوع ده عن لسه كنا امبارح او اول بنتكلم انه الدكتور خالد العناني وزير الاثار كان واقف امام البرلمان وقال للسادة النواب انا اللي هو بفتح الموضوع، انا عندي سرقه 33 ألف قطعه اثريه، انا اللي بقول اهو بقول العدد ايه وانا اللي طلبت تحقيق من المخازن وانا اللي اكتشفت ده، فافتكرت انه هو ده، فطلع الحقيقه ان ده حاجه تانية. يعني الاثار احنا عندنا رايحه خالص الصراحه. خليني اقول بس الباراجراف الاولاني او اللي بيسمى يعني الديباجه الاولى لانها مهمه جدا وناخد هذا الاتصال الهاتفي. البيان الصحفي الذي صدر من هيئة النيابة الإدارية الموقرة بيقول إزاء ما تكشف للنيابة من إهمال صارخ وتعامل لا يتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي تشكل لا تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها، تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والإجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال. فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد 7 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، عدد 4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير. خلينا نعرف التفاصيل أكتر إيه وناخد هاتفيا معانا سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي والإعلامي لهيئة النيابة الإدارية. سيادة المستشار تحياتي لحضرتك يا فندم وأهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه منى، صباح الخير. صباح النور. اولا احييكم لانه يعني انا الحقيقه الباراجراف او يمكن حضراتكم بتسموه الدباجه في مقدمه البيان الحاله العاجله للمحاكمه للمتهمين حقيقي رائع لانه مس قلبي قوي، يعني انا وانا بقراه حاسه انه انا عايزه اقول الكلام ده، عايزه اقول ان احنا عندنا ثروه في مصر وعندنا اثار لا تقدر بثمن في حين انه للاسف احيانا ايادي الفساد والاهمال تختال هذه الثروه. بالفعل يا فندم خليني اتفق مع حضرتك، ويمكن بس يعني ممكن ازود نقطه ان بالفعل زي ما بيبقى عندنا فساد او اهمال لازم برضو نؤكد على وجود اجهزه وهيئات بتكافح الاهمال ووجود اراده سياسيه حقيقيه للدوله لمكافحه هذا الفساد. يعني القضيه اللي امامنا الان دي نموذج واضح جدا للدور الايجابي اللي بتقوم به النيابه الاداريه في هذا الخصوص. القضيه دي ما كانتش بلاغ تقدم به جهات الاختصاص او جهات الرقابيه او حتى شكاوى مواطنين. دي كانت باختصار شديد مذكره اعدها مركز المعلومات والاعلام بالنيابه الاداريه لخبر تم تداوله على المواقع الالكترونيه. بناء عليه تم احالته للتحقيق واحيل للنيابه المختصه وقيد برقم قضيه بالفعل بشرها السيد الاستاذ طارق يوسف رئيس النيابه باشراف المستشار ناجي عبد الحميد المدير النيابه. وتكشف للنيابه بقى اثناء التحقيق صحه ما تداوله الخبر. الخبر كان بيتكلم باختصار شديد عن اهمال يتم في نقل الاثار. احنا عارفين كلنا ان مصر بتفتتح المتحف المصري الكبير، فكنا بننقل الاثار بتاعه المتحف المصري من المتحف المصري اللي موجود في التحرير ومخزن موجود في مدينه اطفيح الى المتحف المصري الكبير. عمليه النقل وعمليه التغليف لتلك القطع الاثريه الثمينه كانت يعني لا تتفق وابسط المعايير العلميه بالفعل، يعني ترتب على كده ان عندنا 6 قطع اثريه عمر كل واحده منها الاف السنين اللي اتكسر واللي تم تحشمه بالكامل واللي ازداد عليه شرخ. طبعا الحاجات دي قيمتها حتى على المستوى العلمي والتراثي بتقل اذا ما اصابها اي ضرر من نوع ما. كمان يعني حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا احنا كلنا بنبقى عايزين نقولها. اللي سافر بره وشاف مثلا ان في دول يمكن لا تملك من رصيد التاريخ او الحضاره الا بضع مئات من السنين، ولكن ما يشبه القداسه فيما تمتلكه من تراث. صحيح. فما بالنا بمصر اللي هي بنتكلم على اقدم الحضارات على وجه البسيطه. صحيح. لما يكون التعامل لازم يكون التعامل على مثل هذا المستوى، لازم ندرك حقيقه قيمه تلك القطعه الاثريه. دي توارثتها اجيال، دي مش ملك هذا الجيل الحالي،
دي توارثتها اجيال ملك الاجيال السابقه وملك الاجيال المستقبليه. لازم نتعلم ازاي نحافظ عليها ولازم نتعامل معاها على المستوى الذي يليق بقيمتها وبقيمه مصر. تحقيقات حضراتكم يا سياده المستشار كان فيها كمان كشف اعتقد لبعض المخالفات اللي شابت حتى عمليه التغليف والنقل، يعني انا عايزه اقول ان الموضوع مش بالضروره يكون فساد مقصود، فكره حتى ان انا ما بقاش زي ما حضرتك طبعا بتقول، فكره ان انا ما بقاش مدركه بقيمه الثروه اللي تحت ايدي دي، يعني القطعه الاثريه اللي قد كده دي قيمتها ايه وتساوي ثروه قد ايه، كوني انا معينة موظف في المتحف او في اي مكان فيه اثار مش معرفاه ايه قيمه الحاجه اللي هو مفروض مسؤول عنها او حتى مسؤول عن ترميمها او نقلها وتغليفها من مكان الى مكان، فانا كمان هنا كمسؤول احاسب. بالفعل بالفعل، وهي المشكله ان الموظفين دول يا اما مرممين يا اما ناس اثريين، يعني هو المفروض انه دارس وفاهم تماما قيمه هذا الاثر. اللي حضرتك بتقوليه ده مهم جدا، ويمكن نبسطها للناس بحاجه بسيطه. لو حد فينا عنده قطعه من الكريستال ثمينه شويه في منزله وقرر انه ينتقل الى منزل اخر، شوفي حضرتك بيتم تغليفها ازاي او بيتم مراعاتها ازاي. صحيح. لما نيجي نتكلم بقى عن اثر مصر، يعني احنا فوجئنا ان في اثار كانت بتبقى عباره عن قطعتين، صندوق مثلا وله غطاء، بيتلف مع بعضه فنتيجه الاهتزازات نتيجه الطريق طبعا بيتكسر، المفروض ان كل قطعه منه بتتلف بشكل معين. جم بعض الاحيان قالوا احنا كنا مستعجلين ولو ما كناش خلصنا ما كناش هننقل. طب ما ننقلش، يعني لو هيترتب على هذا النقل ان الاثر ينتهك بهذا الشكل، لا يبقى ما ننقلش دلوقتي، انقل لما تتوافر الظروف الملائمه. فطبعا من هنا كانت يعني النيابه يمكن بتاخد منحى في مثل تلك القضايا التعامل بمنتهى الصرامه، لان ده يعني مش مال عام بس، لا ده هوية مصر وقيمة مصر وآثار مصر. فبالتالي كان قرار إحالة إحالة السبعة متهمين دول اللي اشتركوا في عملية التغليف والنقل الخاص بالقطع الأثرية دي، ولقينا ست قطع أثرية بالفعل كان تم يعني حصل ليهم ضرر بالغ. قبل ما أشير إلى ما أهبتم بيك في ختام البيان الصحفي، ودي كمان جزئية مهمة جدا يا سيادة المستشار، اسمح لي أسألك على إن كان في كلام طلع وحضراتكم تناولتوه في هذا البيان، إنه كان في كلام طلع إنه في أحد كراسي توت عنخ آمون اتكسر وهو بيتنقل، عشان بس حضرتك عارف طبعا إنه بره الغرب توت عنخ آمون ده بالنسبة لهم شيء يعني يسمعوا اسمه طبعا يعني بيحصل حاله من الهلع من كتر الـ يعني اهميه توت عنخ امون وهذه الاثار، فقول لي بعد اذن حضرتك هل الكلام ده مظبوط ولا مفيش اي مشاكل فيه؟ لا لا بالفعل زي ما حضرتك قلتي، ويمكن تعمدنا نوضح ده في البيان، ان لا ثبت عدم صحه هذا الكلام، وكل القطع الخاصه بالملك توت عنخ امون تم نقلها بشكل سليم ومفيش فيها اي اضرار، وده وضحناه بالفعل في البيان منعا للبس او ان يحصل فيه مشكله، لان كان الخبر اللي تم تداوله في وسائل الاعلام ان بعض مقتنيات الملك توت عنخ امون اصابها الضرر، فلا ثبت عدم صحه الكلام ده، وان كل المقتنيات الخاصه بالملك توت عنخ امون الحمد لله سليمه. تمام. التوصيات النهائية زي ما بقول أو ختام البيان يا فندم، حضراتكم في نيابة هيئة النيابة الإدارية أهبتم بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر وما تمتلكه من إرث حضاري تتوارثه الأجيال ليظل شاهدا على عظمة هذا الشعب وتاريخه، ويستكمل البيان. لكن أنا اسمح لي أقول لحضرتك وحركي أكيد طبعا أدرى مني بدأ، أنه من تسول له نفسه ومن يسمح له ضميره بالتعامل بهذا الشكل مع آثار ومع ثروة قومية كبيرة لا تقدر بثمن، أنا ما أعتقدش أنه مجرد بيان أو حث من أي جهة من الدولة ممكن يصلح له ضميره. هل حضراتكم بيبقى فيه زي وقاية أو إجراءات وقائية للتعامل مع هذه الأمور علشان لا تكرر مرة أخرى، بدل ما أفقد آثار أكتر، ده غير 33 ألف أثر اللي مسروقين اللي معالي وزير الآثار اعترف بهم أمام البرلمان لسه امبارح أو أول امبارح؟ بالفعل اللي حضرتك بتقوليه ده بيتم يمكن بشكل سنوي، ويمكن تناولوا التقرير السنوي فيما يتعلق بقطاع الاثار تفصيلا بايه الاجراءات الواجب اتباعها، طبعا بعد ما النيابه بتسمع عن ناس متخصصين، يعني حتى في القضيه الماثله كان في لجنه فنيه على مستوى عالي متخصصه بتفحص كل قطعه عشان نتاكد من سلامتها، ما اكتفيناش بس باللي ذكره الخبر. فبتقوليه بيتم بالفعل عمل محددات كيفيه الوقايه، كيفيه المنع، كيفية عمل الإجراءات بشكل سليم، وبترفعها النيابة للقيادة السياسية وبتخطر بيها الوزارة المختصة. وطبعا بيبقى في المحاسبة فيما بعد طبعا، اللي هي زي ما بنشوف قضية زي دي لما بيثبت وجود مخالفة ان النيابة بتتصدى، زي ما قلت حضرتك يمكن النيابة تصدت هنا بالدور الإيجابي بتاعها من تلقاء نفسها بدون حتى أن تنتظر وجود بلاغ.
نعم، بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية. ده كان بيان هام جدا. منظومة الآثار كلها على بعضها الحقيقة يعني محتاجة شغل ومجهود جامد جدا، لأنه زي ما بنقول لو احنا مش عارفين قيمة الآثار دي، وزي ما سيادة المستشار قال المشكلة انه يعني اول ناس بتوجه لهم الاتهامات دول ناس بيبقوا في الغالب اثريين وناس مرممين، فناس فاهمة كويس قوي قيمة الحاجة اللي بتشتغل عليها، فما عنديش هنا حتة ايه اصله مش عارف قيمة الحاجة اللي تحت ايده. لا هو عارف كويس جدا، هو عارف بس مش فارق معاه، مش همه. هنشوف مع بعض.